نبدأ الحدث في مكانك من ملف التحالف الدولي ضد داعش الذي تشكل في سبتمبر 2014، وأعلن عنه الرئيس الأمريكي آنذاك باراك أوباما للقضاء على داعش من خلال عمليات عسكرية مشتركة تقودها واشنطن ضد التنظيم. اليوم وبعد 10 سنوات وتحديدا أبريل 2024، أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني أن اللجنة العسكرية العليا المشتركة مع الولايات المتحدة اتفقت على رحيل قوات التحالف الدولي وقصر مهامه على استشارات فنية وعمليات تدريب للقوات العراقية، وذلك وفقا لجدول زمني. ووضعت اللجنة خارطة الطريق للعلاقات المستقبلية، فيما يؤكد السوداني أن قرار صنع الحرب والسلام يكون أو يجب أن يكون مسألة حصرية للدولة. الهدف بالزيارة هو الانتقال بالعلاقة بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية إلى مرحلة جديدة تتضمن تفعيل بنود اتفاقية الإطار الاستراتيجي، والتي تتماشى مع برنامج حكومتنا الذي يركز على الإصلاحات الاقتصادية والمالية والمصرفية. هذه الحوارات المهمة والتي تهدف إلى الوصول إلى جدول زمني لإنهاء مهمة التحالف الدولي والانتقال إلى علاقات ثنائية بين العراق ودول التحالف. إذن علاقة واشنطن وبغداد أمنية بالمرتبة الأولى، أمنية عسكرية بالمرتبة الأولى. فالوجود العسكري الأمني الأمريكي في العراق بدأ منذ عام 2003 عندما أسقط نظام صدام حسين، لينسحب بعدها بثمانية أعوام عام 2011، وتبقت قوات أمريكية محدودة لدعم القوات العراقية. بعد الانسحاب الأمريكي استغل تنظيم داعش الفراغ الأمني وتوسع في العراق. نتيجة لذلك طلبت بغداد من واشنطن دعما عسكريا أمنيا. عادت واشنطن وعززت قواتها في العراق عام 2014 وما تلاها من سنوات. في إطار التحالف الدولي للتصدي لتنظيم داعش بقيادة واشنطن، رئيس الحكومة الحالي أكد مرارا بأن هذا الملف سينتهي قبل انتهاء عمر حكومته، كما سينهي الوجود الأجنبي في العراق. لكن اللافت أن الوفد الذي رافق السوداني في زيارته إلى واشنطن في 14 أبريل خلا من أي مسؤول أمني رفيع، ولم تشهد المحادثات إبرام اتفاقات رسمية بشأن العلاقة المستقبلية بين حكومتي العراق وواشنطن.